مشاهدينا أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوار اليوم. أصبح اليمن على صفيح ساخن بعدما عادت ميليشيات الحوثي إلى عنادها وعدم استجابتها للحلول السلمية التي قدمت إليها من المنظمات الدولية. وأعلنت ميليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن رفضها لتمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بدعم دولي منذ أبريل الماضي وتنتهي في 2 أغسطس المقبل لتخفيف المعاناة عن اليمنيين. وفي بيان لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين وصف الهدنة بأنها مثلت تجربة صادمة ومخيبة للآمال ولا يمكن تكرارها في المستقبل. وأعربت الميليشيا عن استهجانها للحديث عن تفاهمات حول تمديد الهدنة في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة حول تعميق وتمديد وقف إطلاق النار في اليمن. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب ميليشيا الحوثي بالوفاء بتعهداتها بشأن فتح طرقات في محافظة تعز بموجب اتفاق الهدنة، لكن الميليشيا تواصل رفضها وتعنتها حتى الآن، بل رفضت كل المحاولات والمقترحات الأممية الرامية لفتح طرق من وإلى المدينة، وآخرها مقترح المبعوث الأممي المعدل بفتح الطرق على مراحل. حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ رجب شرنوبي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. برحب بحضرتك معنا. أهلا بك يا عمربي. أهلا وسهلا بكم السادة المشاهدين. أسعد أن حضرتك. نتابع هذا التقرير ثم نبدأ حوارنا. تفضل. تمارس ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن أخطر أنواع أشكال التغيير الديمغرافي في البلاد من خلال عمليات تهجير مستمرة في مناطق سيطرتهم. وفي الوقت الذي تتسع فيه دائرة العنف لا تزال الميليشيات الإرهابية تمارس العنف بوحشية، حيث أعلنت الميليشيات الذراع الإيرانية في اليمن مؤخرا رفضا ضمنيا لتمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بدعم دولي منذ أبريل الماضي وتنتهي في 2 أغسطس المقبل. ووصفت الميليشيات الهدنة بأنها مثلت تجربة صادمة ومخيبة للآمال ولا يمكن تكرارها في المستقبل، وذلك بحسب زعمها. التعنت الحوثي لتمديد الهدنة يضع اليمن في مفترق الطرق ويزيد من معاناة الشعب اليمني خلال الفترة المقبلة، فإنه يحتاج إلى تكامل الجهود المبذولة من مختلف القوى الدولية وتعاونها في الضغط على الحوثيين للوفاء بتعهداتها بموجب الاتفاق وترجمتها على أرض الواقع، خاصة مع استمرارها في ارتكاب خروق للهدنة. فقد ارتكبت أكثر من 188 خرقا للهدنة الأممية خلال يومين في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، علاوة على قيام الميليشيات الحوثية بعمليات استحداث مواقع وحفر خنادق وبناء تحصينات وحشد تعزيزات ونشر طيران استطلاعي مسير في مختلف الجبهات، مستغلة التزام قوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار. من جانبه توعد مجلس القيادة الرئاسي اليمني جماعة الحوثي بقرارات حاسمة لردعها في حالة عدم انصياعها لأي بوادر للسلام، مؤكدا أن استمرار تعنت الحوثيين وتصعيدهم في مختلف جبهات القتال سيدفع القيادة السياسية الجديدة إلى اتخاذ قرارات حاسمة لردعها واستعادة الأراضي الخاضعة لسيطرتها وفرض هيبة الدولة ومؤسساتها. ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران أودت بحياة ما يقرب من 377,000 شخص بشكل مباشر وغير مباشر وفق الأمم المتحدة، وأصبح يعتمد غالبية الشعب اليمني البالغ عدده 30 مليونا على المساعدات. الكاتب الكبير الأستاذ رجب الشرنوبي المحلل السياسي، برحب بحضرتك مرة ثانية. أهلا وسهلا. ويعني سؤال لابد منه، لماذا ترفض ميليشيا الحوثي الهدنة من أجل تخفيف المعاناة عن اليمنيين اللي هم يعني وصلوا إلى درجة قصوى من المعاناة؟ لا، لأكثر من سبب. رقم واحد، هدنة يعني طرفين. اللي بيرفض الهدنة عادة هو الطرف الذي يستشعر أنه أقوى. معنى رفض
ميليشيات الحوثي لتمديد الهدنة اللي يعني اللي بدأت في أبريل وجرى تمديدها مرة أخرى وهتنتهي في 2 أغسطس القادم، أن هذه الميليشيات على الأرض تستشعر أنها هي الطرف الأقوى ولديها أوراق تستطيع بها المناورة إما للحصول على مكاسب جديدة في الأيام اللي جاية أو الأسابيع اللي جاية، وإما لتبني استراتيجية استكمال الحل العسكري. ده رقم واحد. رقم اثنين، أعتقد أنه تفاصيل الواقع اليمني وحالة التشرذم التي يعني تعيشها القوى اليمنية من الداخل سبب ما نقدرش نستبعده عن هذه الدوافع الموجودة لدى ميليشيات الحوثي. رقم ثلاثة، أتخيل أنه لو كانت هناك إرادة عربية حقيقية بمعطيات تستطيع إجبار الحوثيين على الإذعان للحلول المطروحة، أعتقد الوضع كان هيبقى مختلف. رقم أربعة، أتخيل أنه تخلي المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية على تغيير هذا الواقع وإنقاذ الشعب اليمني من هذا السيناريو المؤلم منذ 8 سنوات، اختفاء الإرادة الدولية والاكتفاء بالملف اليمني كورقة من أوراق التي يمكن أن تستخدمها هذه القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة للمناورة فيها أو بها في ملفات أخرى، بالتأكيد أحد الأسباب. السبب الآخر هو إحساس الحوثي بالدعم والحرب بالوكالة التي هم فيها مجرد أذرع للقوى الإيرانية، الصعود الإقليمي للقوى الإيرانية في المنطقة، الواقع الإيراني الذي فرض وجوده في أكثر من عاصمة عربية، بالتأكيد أعطى هذه الميليشيات مساندة ودعم وقوة إضافية بتستند عليها في رفض يعني هذه الرؤية. يعني حضرتك كلمت عن المجلس السياسي أو ما يطلق عليه المجلس السياسي الحوثي، هو مش بس رفض الهدنة، هو رفض كل مخرجات القمة الأخيرة قمة جدة بما فيها. ده معناته أنه رفض تمديد الهدنة، رفض تبني أو حديث يعني أحد النقاط التي جاءت في البيان الختامي للقمة بضرورة التنسيق ما بين القوى الموجودة في المنطقة لإحكام الرقابة على الممرات المائية وبالتالي إحكام الرقابة على عملية تهريب الأسلحة عبر هذه الممرات المائية إلى الحوثيين. رفض كل ما جاء يعني داخل هذه القمة فيما يخص الملف اليمني. ده معناته أنه هناك إحساس بالقوة وشعور بالقوة لدى الميليشيات الحوثية بتديها أريحية من وجهة نظرها لتحقيق يعني مكاسب إضافية على الأرض، لأن الصراع اليمني ليس فقط صراع سياسي، هو في الأصل صراع عقائدي، جزء كبير منه عقائدي ما بين السنة والشيعة وأيهما يتحكم وأيهما يسود المنطقة. طيب يعني سمعنا قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة أن هناك تفاهمات ما بين كل من إيران والمملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة، ألا يساهم هذا أو يسرع في إيجاد حل للمشكلة اليمنية خصوصا فيما يخص ميليشيا الحوثي؟ هو يعني خلينا نكون منطقيين وبصورة أكثر واقعية، هناك صراع خليجي
ليس فقط إيراني أو سعودي، يعني سعودي أو إماراتي إيراني، باستثناء عمان، لأنه عمان لديها يعني عمان تقريبا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، يعني عمان لديها سياسة مفتوحة على إيران بشكل كبير. نعم. وربما لديها يعني دوافع في هذه المنطقة، أو ربما يكون لديها أسبابها، لكن ما يحدث في المحيط الخليجي سواء من إيران، سواء من المملكة العربية السعودية، سواء من الإمارات، بالتأكيد حالة ليست وليدة اليوم. يعني هناك صراع أزلي موجود في هذه المنطقة ومرجعيته كلنا عارفينها. وجود الولايات المتحدة بشكل غير حازم في هذه المنطقة بالتأكيد، والقوى الدولية الأخرى يعني لا يساعد على حسم هذا الصراع. صحيح هل يعني يجري الحديث بعد إذن سيادتك من آن إلى آخر عن تفاهمات إيرانية إيرانية إماراتية، أو ربما بعض التقاربات، بل أزيدك من الشعر بيتا، يعني الإيرانيين رحبوا برفض المملكة العربية السعودية والإمارات الدخول في تحالف ضد أي دولة في المنطقة، فده يعني كان شيء مرحب به من إيران. احنا مش مختلفين في هذا الكلام، بس لكن يعني احنا اتكلمنا عن أو بنتكلم عن ما جاء في القمة الأخيرة، قمة جد، بعدها كم يوم في القمة الروسية الإيرانية التركية. ما احناش مختلفين انه الحال العالم الان يعيش حالة من المخاض، يعني لنظام عالمي جديد، لنظام عالمي جديد. نعم. هناك احلاف دولية ربما في خلال الايام او السنوات اللي جاية تفقد بعض نقاطها او نقاط قوتها النسبية، وفي احلاف صعدة ربما يعني بمرور الوقت يزيد ثقلها النسبي على الخريطة الدولية. دي كوكتيل من يعني التدخلات في العلاقات الدولية. يعني الأمر لا يتوقف فقط على إرادة دول الخليج وإرادة إيران على الطرف الآخر، لكن هناك إرادات أخرى وراها بالتأكيد مصالح القوى الدولية أو القوى العظمى في هذه المنطقة، ومتدخلة بشكل كبير وتملك من الأوراق ما يسير هذا الصراع في اتجاه دون الآخر. طب اسمح لي أسأل حضرتك، هل الولايات المتحدة الأمريكية غير حاسمة في موضوع اليمن لأنها ترغب مستقبلا في استثمار هذا الصراع حتى يعني تشعر دول الخليج باستمرار أنها في حاجة إلى حمايتها، وبالتالي يعني تأخذ النفط وتأخذ الأموال، واحنا عارفين طبعا القصه دي كلنا. يعني هو من عقود طويله هذه الحاله اللي بنتحدث عليها، اللي هي فكره العلاقات الخليجيه الايرانيه بكل تفاعلاتها موجوده بقالها عقود. الولايات المتحده موجوده في المنطقه بقالها عقود طويله، من ايام روزفلت بالظبط. الولايات المتحده اول المستفيدين من عدم يعني من عدم التوافق الخليجي الايراني، لأن مصالح الولايات المتحدة مرتبطة بشكل أو بآخر أنتوا تفضلوا على خلاف، إن احنا يعني احنا بيقولوا دايما حالة لا سلم ولا حرب ولا حرب. نعم. في هذه المنطقة أنا أستطيع أن أتحدث عن حالة من التوافق وعدم التوافق. هذه الحالة الهلامية غير واضحة المعالم، بالتأكيد الطرف الأول المستفيد منها هو الولايات المتحدة وغيرها من القوى الدولية، لكن بنسب. فعشان كده أنا بقول إنه فكرة إنه تتولد لدى أمريكا إرادة لحسم هذا الصراع أنا أتخيل إنها مش موجودة، ويجب ألا نبني على وجود هذه أو هذه النية الخالصة من البيت الأبيض، لأنها بالفعل ترغب في استثماري. يعني هو السياسة في النهاية مصالح، احنا بنتحدث عن مصالح دول ومصالح قوى، واحنا محتاجين نشتري السلاح بتاعنا وعراق طوال الوقت. المجتمع الدولي بيعيش حالة من العراق والاشتباك طوال الوقت، مش بالضرورة يكون هذا العراق وهذا الاشتباك نزاع مسلح، لكن طول الوقت في حالة من
تبني المصالح والمصالح المضادة وأوراق هنا وأوراق، ما تقدرش تفصل الحالة اليمنية ولا تقدر سيادتك تفصل هذا الوضع الإيراني الخليجي وهذه العلاقة ما بين إيران والدول العربية من جانب وخصوصا الدول الخليجية عن الطموح الإيراني في الامتلاك القنبلة النووية وماذا تقدم الولايات المتحدة لكي لا تتمكن إيران من الوصول لهذه المنطقة إذا كان لديها إرادة، وماذا لدى إيران؟ يعني إيران بالفعل ما أنتجتش القنبلة يعني هو في لأنها وصلت لمستويات متقدمة جدا يعني هو اليومين. آخر الكلام في هذه المنطقة أن هناك حديث وصدر عن شخصيات كبيرة إيرانية ربما ليس موقف رسمي أنه تستطيع إيران الآن بالفعل إنتاج القنبلة. يعني المتابع للوكالة الدولية للطاقة والمتخصصين في هذا الشأن الحديث عن 60% من نسبة تخصيب اليورانيوم. امبارح أنا تابعت أحد يعني الشخصيات الإيرانية التي تتحدث في هذه المنطقة بشكل غير رسمي، لا يوجد خطاب رسمي إيراني يتحدث عن إمكانية إنتاج القنبلة، لكنه أجزم أنه إيران الآن تستطيع بالفعل إنتاج القنبلة النووية، وده معناته أنه هناك شكل جديد من العلاقة وشكل جديد من يعني التواجد في المنطقة وقوة إضافية لإيران. دخول إيران للنادي النووي يعني بالتأكيد هيخلق واقع جديد وهيخلق مناخ جديد وهيخلق معطيات جديدة في المنطقة. طيب كان جو بايدن في تصريحاته في جدة قال احنا موجودين وباقيين في المنطقة ولن نسمح لروسيا والصين أن يعني تحتل مكان الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج والشرق الأوسط. ردت الخارجية الصينية قالت والله منطقة الشرق الأوسط دول وشعوب الشرق الأوسط هي صاحبة السيادة الوحيدة صحيح. عليها تأثير هذه التصريحات على ما نستمع إليه بين الحين والآخر أن دول الخليج أصبح لديها ميلا سياسيا وتحالفيا مع روسيا والصين. طيب أنا تابعت جو بايدن من بداية وصوله إلى إسرائيل وتابعت تحركاته داخل إسرائيل وتابعت كمان المؤتمر الصحفي اللي عقده مع يائير لبيد رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي وتابعت كلام جو بايدن عن السبب الحقيقي إن للزيارة واللي قال فيه تحديدا إنه أمريكا جاية هذه الزيارة لأسباب أكبر من المصالح الأمريكية وكأنه أراد أن يعطي انطباع لدى المتابعين لهذه الزيارة وطبعا العالم كله كان بيتابع هذه الزيارة أنه الإدارة الأمريكية جاءت إلى المنطقة لتخليص العالم من قوى الشر المتمثلة في الصين وروسيا. والحقيقة يعني زي ما سيادتك قلت كده قال انه ضمن يعني ما ورد عن لسان جو بايدن انه امريكا في حاجة الى ان تعود مرة اخرى الى المنطقة. هو سؤال عرضي يعني اذا كانت الولايات المتحدة لا يعني اكتشفت الان انه يجب ان تعود الى المنطقة و يعني تتبنى سياسة الوجود اكثر من هذا التأثير اكثر من كده، ده معناته انه الولايات المتحدة بتبحث عن مصالحها. بس بعد ما راح اتفضل لا كمان. بعد ما راح لرام الله وقابل الرئيس ابو مازن في رام الله وتابعت الزيارة وحديثه عن حل الدولتين ورد عن لسانه انه قال انه حل الدولتين ضروري ومهم ولكنه صعب المنال. يعني هو بيقول كلام ما يقدرش ينفذه بالضبط. تفاصيل زيارته الى المنطقه واجتماعه بكبار يعني الزعماء الملوك والرؤساء والامراء كبار قاده المنطقه بالتاكيد لديه من الاسباب الكثير والكثير، واول هذه الاسباب من وجهه نظري هو اصلاح ما افسده جو بايدن نفسه يعني حينما تحدث بشكل غير لائق وغير منضبط عن قادة كبار في المنطقة
ويملكون من أوراق المنطقة الكثيرة. كما سخرت منه صحفية أمريكية في المؤتمر بالضبط. الصحفي فجو بايدن هل السعودية ما زالت شغل الشاغل الرئيس؟ شغل الشاغل أنه يجعل العالم دائم الحديث عن قوى الشر الصين وروسيا وحسن النوايا الأمريكية في رسم مستقبل أكثر أمناً الى يعني في المستقبل ويعني اكثر رغدا الى اخره، لكن الواقع يقول انه صعود احلاف زي الصين وغيرها في وجود الولايات المتحده، لانه بالتاكيد الولايات المتحده يعني لديها من المقومات والمعطيات ما يضمن لها بالتاكيد مكانه متميزه على الاقل في السنوات اللي جايه ل يعني وجودها في اداره هذا العالم. طيب لماذا لا تحاول الولايات المتحدة بإداراتها المختلفة سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية أن تراجع أسلوبها في سياساتها في الشرق الأوسط؟ يعني لماذا تنجح الصين وروسيا بينما تفشل الولايات المتحدة اللي هي دايما بتتعامل بلغة تعالي على شعوب وحكام المنطقة وتعطيهم دروس في الديمقراطية وحقوق الإنسان ويعني تبحث عن مصلحتها ومصلحة إسرائيل فقط وتتجاهل مصالح شعوب هذه المنطقة؟ ألا تخضع السياسة الأمريكية بين الحين والآخر للمراجعة من جانب الأمريكان نفسهم؟ شوف يا عمي يعني خلينا نقرأ الحقائق زي ما هي، سواء كانوا موجودين الجمهوريين أو الديمقراطيين، الهاجس الأول، الاهتمام الأول، الأولويات الأولى في إدارة الولايات المتحدة وفي البيت الأبيض هو تحقيق الصالح الأمريكي. جو بايدن لما جاء في الزيارة ده جاي بحثا عن المصالح الأمريكية. أمريكا لما راحت واختلقت صراع ما بينها وما بين روسيا في أوكرانيا وهي أحد أهم أسبابه، بالتأكيد بتبحث عن مصالحها. فوجود المصالح الأمريكية مسألة غير قابلة للنقاش في ذاكرة من يدير الولايات المتحدة سواء كان جمهوري أو سواء كان ديمقراطي. ما هو ده عكس السياسة الصينية، يعني الرئيس الصيني قال لك إيه؟ وين وين رابح رابح، يعني أنا عايز أكسب وأدور على مصلحتي، بس برضو أنا مش هتجاهلك، إنما الأمريكان أنا وبس. ليه؟ لأنه موقع الموقع اللي وصلوا له الأمريكان من القوة في خلال السنة والعقود الماضية، سواء كان قوة سياسية، سواء كان قوة عسكرية، سواء كان قوة اقتصادية، بالتأكيد يعني يخلق لديهم هذا الدافع سواء ليهم سواء لدولة الكيان الصهيوني لإسرائيل، لأنه في النهاية يعني من شر البلية ما يضحك. أنا سمعت امبارح أو تابعت تصريحات لقائد جيش الإسرائيلي بيتحدث عن يعني أنه التصدي لامتلاك إيران إلى القنبلة النووية هو انتصار إلى الخير، على يعني يجب على الإسرائيليين أن يستعدوا لهذه المواجهة الأخلاقية حتى لا تمتلك، يعني هو عملها أخلاقية ده صدر عنه خسر، إنما أن إسرائيل تمتلك القنبلة النووية وماذا عن مفاعل وماذا عن وجود إسرائيل نووية كثيرة إسرائيل. المصالح المصالح هي من تسير الدفة وليس الأخلاق وليس يعني مبادئ حقوق الإنسان وليس الصورة. بالتأكيد أنه السنين اللي مرت والاختبارات اللي وضعت نفسها فيها الولايات المتحدة بالتأكيد أثرت على الداخل الأمريكي وأثرت كمان على الصورة اللي من خلالها تسوق الولايات المتحدة وتبحث عن مصالحها، يعني الديمقراطية وحقوق الإنسان وشعوب أكثر دي أوراق بيتم استخدامها للضغط، يعني بالضبط على الأطراف الأخرى، وده اللي بيحصل على الأطراف. يعني لو افترضنا أن الولايات المتحدة في طرف والقوى الأخرى في طرف، لن تأتي الولايات المتحدة بصرف النظر عن من يقودها إلى هذا الحلم اللي كلنا بنتكلم فيه، اللي هو يعني عالم أكثر توازنا وأكثر حسنا للنوايا وعالم أكثر تعايشا إلى آخره، لن تأتي الولايات المتحدة إلى هذه المنطقة رغبة منها وفقط، ولكن رغبة من باقي العالم. على العالم أن يرغم الولايات المتحدة على العالم
أن يرغم الولايات المتحدة على توفير أو المجيء إلى هذا الواقع الذي يضمن إلى الجميع يعني أكثر تعايش وأكثر سلمية وأكثر تحقيقا لمصلحة الكينيا. لكن لن تأتي، كلنا تابعنا الاختبارات اللي وضعت نفسها الولايات المتحدة فيها من أيام حرب فيتنام، ويعني في الأيام أو في السنين الأخيرة شفنا الملف الأفغاني، شفنا دخول وقيادة إخفاقات بالضبط وقيادة الناتو لي، يعني حتى كان في أمريكا حاجة اسمها عودة فيتنام، يعني حتى عند الجنود الأمريكان والجيش وبدأوا يغلطوا نفس الغلطة. نعم. يعني هم لما راحوا أفغانستان وقادة الناتو الولايات المتحدة عشان توفر لي الشعب الأفغاني حياة أكثر رخاء وأكثر هدوءا وأكثر تشاركية وأكثر وأكثر وأكثر، في النهاية عندما شعرت الولايات المتحدة أن الخسائر يعني يعني تخطط المتوقع أو حتى يعني المكاسب تحققت، ضحت بالشعب الأفغاني وسلمته تسليم أهالي إلى حركة طالبان اللي هي دخلت حليفها أساسا. الأسباب الوهمية اللي دخلت بها العراق كلنا تابعنا السيناريو وأسلحة الدمار الشامل النهاردة الولايات المتحدة بتتكلم مثلا في الملف الليبي، ماذا عن الولايات المتحدة منذ سقوط ليبيا عن طريق حلف الناتو وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية؟ غابت أكثر من 10 سنوات. لما استدعت المصلحة الأمريكية ظهور أمريكي في الملف الليبي مثلا بدأت تظهر. هكذا هي يعني ده الواقع الأمريكي ودي القيادة الأمريكية بصرف النظر عن من يقود. أستاذن حضرتك معنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية. دكتور بعد التحية، يعني قمة جدة التي حضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن وحضرها عدد من قادة العرب سواء الخليجيون أو يعني القادة الآخرون مصر والأردن والعراق، هذه القمة هل تملك مفتاح حل الأزمة اليمنية التي يعني كلما تخيلنا أنها ستخرج من الكبوة التي تعيشها نجدها تدخل في كبوة جديدة؟ يعني خلينا أقول لك القمة التي عقدت تملك حل الأزمة اليمنية بالتأكيد لا، مش هتملك حل الأزمة اليمنية بالمطلق، لأن هناك أطراف مؤثرة داخل الساحة اليمنية هذه الأطراف لم تكن حاضرة في هذه القمة. مثلا على سبيل المثال إيران لاعب مهم جدا داخل الساحة اليمنية ما في شك في ذلك، وعلاقة إيران بالحوثيين باعتبارها الطرف المقابل للحكومة الشرعية أو للمجلس الرئاسي الموجود الآن، وبالتأكيد أنه ما فيش حل أو تصعب جدا أنك أنت تفرض حل دون الحديث أو دون الحوار السياسي المفترض أن ينطلق ما بين الطرفين. حولة المملكة العربية السعودية وحولة الكويت في وقت من الأوقات، وأتصور أن هناك محاولات من قبل قوى إقليمية، لكن واضح أن التوافق حوالين أطر الحل السياسي الموجود داخل الساحة اليمنية ما زال معطلا حتى هذا التاريخ. لكن الولايات المتحدة الأمريكية منفردة لا تملك، الطرف العربي من وجهة نظري منفرد صعب جدا أن يملك، لازم أنك أنت عشان تصل لحل تصل لحل وفق إطار إقليمي أو وفق إطار المتدخلين في هذه الأزمة بالحوار السياسي أو بالنقاش السياسي ما بين هذه الأطراف. طب على ذكر الأطراف الإقليمية دكتور مختار، يعني سمعنا في الأيام الأخيرة أن هناك تفاهمات حدثت بين كل من المملكة العربية السعودية وإيران، وأيضا بين الإمارات العربية المتحدة وإيران، بل يعني السعودية قالت لا نريد ولسنا معنيين بالدخول في تحالفات ضد أي من دول المنطقة. ألا يساعد هذا في تحسين الأجواء بين الأطراف الإقليمية وبالتالي يساهم في حل الأزمة اليمنية؟ طبعا بالتأكيد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بمجيئها إلى منطقة الشرق الأوسط، زيارتها لإسرائيل ثم للضفة الغربية أو بيت لحم ثم انطلاقها إلى جدة، هي كانت تريد هدف واحد ابتداء، هي مصالح أمريكية مصالح إسرائيلية وتعزيز اتفاقات التطبيع أو ما يسمى بالدمج الأمني أو الدمج الاقتصادي، وبشكل أو بآخر خلينا أقول لك تحالف أو توافق أو رؤى مشتركة لصرف نظر العالم العربي عن الواقع في إسرائيل إلى الواقع مع إيران أو أن يكون ضد إيران. بالتأكيد سبقت هذه الزيارة تصريحات كثيرة جدا خرجت
من معظم الدول المشتركة في هذا المؤتمر، مصر قالت ان احنا مستحيل ان نكون ضمن اي تحالف عسكري او موجه ضد اي دولة. العراق مصطفى القازيمي كان له تصريح مرتبط بهذا الشأن، متصور الاردن يعني تحدثت في هذا الامر، السعودية بحكم اكتر من 6 جولات مفاوضات بينها وبين الجانب الايراني، وبشكل او باخر تم اصلاح جزء كبير جدا من المشاكل او الخلافات الموجودة ما بينهم، مش هي هتطلب ان تكون ضمن هذه التحالفات، فطبيعي جدا ان هذه رسالة ايجابية للطرف الايراني. لكن اشكاليتك انك انت عندك الطرف الامريكي او الطرف الاسرائيلي اللي انت على علاقات استراتيجية معاه الى حد كبير جدا، هو يهدف بشكل او باخر ان يكون ايران هو العدو بديلا عن اسرائيل، وتطويع القضية الفلسطينية وفق اطار توهانها بالشكل مطلق. من هنا متصور انه الرسائل الايجابية اللي خرجت من الاطراف العربية الى الطرف الايراني هي رسائل تشجع بشكل او باخر على وضع اطار لهذا الحل، لكن عشان تصل الى حل ما نقدرش نقول ان هذا الحل ينطلق وفق مفاوضات سعودية ايرانية مثلا فقط او سعودية امريكية فقط، لكن نقدر نقول ان هذا الحل ينبثق عن قناعة بان الحوثيين هم طرف سياسي من المعادلة السياسية الموجودة داخل الساحة اليمنية مع المجلس الرئاسي اليمني. وانا متصور ان المجلس الرئاسي اليمني برئاسة العليمي هو متفاهم لطبيعة التشابكات الموجودة داخل الساحة اليمنية، جلوس على طاولة والوصول الى اطار للحل السياسي. دور الحوثيين في المرحلة السياسية القادمة ايه، او المرحلة الانتقالية، هيكون لهم دور مع الحكومة اللي هتحكم او تدير اليمن خلال المرحلة القادمة ولا لا، هنغير مبدأ الاقاليم الستة ونرجع لليمن شماله وجنوبه، ولا هنعدل من التقسيم الاداري للاقاليم الستة. دي كلها اسئلة هتطرح وفق النقاش الموجود ما بين الطرفين. لكن اشكاليتك في القضايا العربية ومن ضمنها القضية اليمنية انك انت بشكل او باخر ايدك في ايد اطراف اقليمية واطراف دولية، هذه الاطراف ليست لها مصلحة في حل هذه القضايا بل تعقيد هذه القضايا. عشان كده احنا شفنا القضايا العربية كلها معظمها مجمدة، لا سوريا بتتحل ولا ليبيا بتتحل ولا اليمن بتتحل. وطبعا القضية الفلسطينية كان تصريح بايدن الغريب العجيب في هذه المسألة ان هو مع حل الدولتين لانه ده لمصلحة امن دولة اسرائيل، لكن في هذا التوقيت بالذات في استحالة لتحقيق هذه الامنية او لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية. بالمطلق امريكا واسرائيل عايزة مال عربي وعايزة نفط عربي وعايزة غاز عربي وعايزة شكل من اشكال العداء مع ايران او نقل الصراع بين الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل وايران الى صراع عربي ايراني. طيب ده الهدف الاساسي. دلوقتي المنطقة بعد زيارة بايدن لجدة ومن قبلها لإسرائيل، هل المنطقة ستبقى على شكلها التقليدي في تحالفاتها القديمة مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق روزفلت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أم أن المنطقة ربما تتجه إلى حليف أو حليفين جديدين هما الصين وروسيا الاتحادية؟ سؤالك مهم جدا وانا احييك عليه. يعني بالتأكيد خلينا اقول لك التحالفات القديمة وضحت ان هي مش لخدمة اغراض منظومة الامن القومي العربي، ودي تحتها كده 100 خط. انت بشكل او باخر مش عايز اقول لك انك انت تنتقل من تحالفات قديمة الى تحالفات جديدة، لا، انت عليك انك انت تناور في علاقاتك الدولية والاقليمية ما بين الاطراف الاقليمية والاطراف الدولية صاحبة العلاقة الحسنة او صاحبة التأثير في القضايا العربية. لكن نخرج من كل ده بايه؟ من منظومة امن قومي عربي ذاتي مشترك. يعني الحكمة والفطنة والدرس التاريخي منذ سنوات طويلة ومنذ عقود طويلة انك انت طالما خرجت من منظومة امن قومي عربي مشترك ذاتيا ونتحدث وفق هذا المنظومة مع القوى الإقليمية والقوى الدولية وفق مصلحة هذه المنظومة، يعني نتحدث مع إيران ونتحدث مع تركيا ونتحدث مع الأمريكان ونتحدث مع الروس ومع الصينيين وفق ما يخدم منظومة الأمن القومي العربي، لكن يكون لمنظومة الأمن القومي العربي منظومة ذاتية مستقلة تحافظ على مقدرات وننقل القضايا
اللي موجودة في ايد القوى الاقليمية والقوى الدولية الى ايد العالم العربي من جديد. انا عارف ان انا بطرح طرح حالم وعارف ان انا بطرح طرح السؤال الذي يعني يستدعى هذا، وارجو ان تكون الاجابة سريعة دكتور مختار، لماذا لا يقرر العرب ان يكونوا اسياد انفسهم ومنطقتهم؟ ايه المشكلة؟ هو ده السؤال الصعب، ويا عمر انا ما عنديش اجابة ليه. السؤال الصعب، هل العالم العربي لم يدرك حتى هذا التاريخ بانه قضاياه بيد قوة اقليمية وقوة دولية ضاعت، وان مقدراته اللي تعدت التريليونات من الدولارات، يعني 600 مليار و800 مليار و252 مليار داخل الولايات المتحدة الامريكية، و1488 مليار داخل العالم الغربي والاتحاد الاوروبي، هذه الاموال العالم العربي في امس الحاجة اليه. اما ارتباط العالم العربي قواه الكبيرة وقواه الصغيرة بقوة اقليمية وقوة دولية، انا متصور ان اصبحت ازمة في منظومة الامن القومي العربي. علينا ان نخرج من هذه الازمة الى منظومة موحدة ذاتية شخصية لمنظومة الامن القومي العربي. هذا هو الحال، ومن وجهة نظري هذا هو المآل الطبيعي اللي انت من خلاله تستطيع انك انت تطبع ايدك وتحل كثير جدا من القضايا. الاستاذ الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف. باقي لحضرتك استاذ رجب، شكلك عايز تقول حاجة، اتفضل. بس هتجد بمداخلات دكتور مختار غباشي معنا. هي رائعة وتبقى ثرية فعلا جداً. حقيقة. بس انا عاوز استعير منه الرسائل الايجابية في قمة جدة. والحقيقة دي مسألة في غاية الاهمية. حديث الرئيس السيسي عن امن المنطقة وارتباطه بالقضية الفلسطينية ولغة الحديث في هذه المسألة، حديث ولي العهد السعودي عن عدم إمكانية المملكة رفع إنتاجها من البترول لأكثر من 13 مليون برميل يوميا، وده المستوى اللي وصلوا له في خلال يعني بعد رفع الإنتاج عن طريق أوبك بلس حتى يعني تغطية جزء للسوق العالمي. ما الكلام ده أو الرؤى العربية دي بهذه يعني الحدة تتقال في قمة أمريكية عربية، والكلام اللي صدر عن الشيخ محمد بن زايد واتهامات من أمريكا أنه منحاز إلى الصين وروسيا إلى آخره، ناهيك عن أسلوب استقبال جو بايدن نفسه يعني كل التفاصيل يعني وعملوا الأمريكان كما يعاملون غيرهم من الرؤساء والشعوب، كل التفاصيل دي نعم في وجود رئيس الولايات المتحدة هنا في المنطقة، نعم، وهو جاي محمل برسائل داخله وان انا هتكلم انتوا تستهدف ورغبات امريكيه ايوه. اما الكلام ده يبقى ده رد الفعل العربي في وجود القياده الامريكيه عندنا هنا في المنطقه. الحقيقه انا استشعر نوع جديد من الخطاب العربي. اتخيل انه دول الخليج بالاضافه الى مصر والاردن والجزائر الجزائر طبعا ومصطفى الكاظمي لو قدر له ان يكون رئيس وزراء العراق القادم في وجود رئيس المجلس الرئاسي اليمني وفي وجود القياده اللبنانيه، اتخيل ان دي نواه لبدايه عصر جديد للعمل العربي المشترك وفق هذا الكوكتيل من المعطيات. لدينا جيل جديد من الحكام العرب أنا أستشعر فيه يعني إرادة كانت غائبة لفترات طويلة ده صحيح جدا. ده صحيح. أستشعر أنه يعني إجابة على أو إضافة إلى ما تم طرحه من أستاذنا دكتور مختار حول لماذا يعني ينضم العرب إلى يعني هل من مصلحة العرب زي حضرتك سألته الانضمام إلى الأحلاف الجديدة الصين وروسيا للخروج من عباءة الأمريكية والولايات المتحدة. وأنا على المستوى الشخصي أتخيل أنه خلق واقع عربي متوازن واهتمامات عربية مفتوحة أو منفتحة على كل القوى الدولية بما فيها الولايات المتحدة والصين وروسيا والأوروبيين إلى آخره أكثر فاعلية وأكثر فائدة للواقع العربي في السنوات القادمة.
واعتقد انه ردود الافعال المصريه العربيه السعوديه الاماراتيه حيال ما يجري على الاراضي الروسيه والموقف، انا في رايي الموقف المشرف لغرفه صناعه القرار العربي ازاء ما يعيشه العالم من ظروف استثنائيه، اتخيل انه يجب تدعيم هذه الرؤيه. المصالح العربيه هي من تكون في المقدمه، الحلول العربيه، الاوراق العربيه، الاراده العربيه، التوافق العربي هو رأي النافذه التي نستطيع منها استشراف مستقبل اكثر هدوءا واكثر قوه واكثر ثقه لنا كشعوب عربيه في السنوات القادمه. هو فعلا يعني زي ما حضرتك تفضلت، ما اجمل ان نخرج خارج العباءه الامريكيه التي فرضت سطوتها وسيطرتها دون الارتماء في عباءات اخرى. نعم بديله. نعم يعني نعم. ان نملك ارادتنا، ان نملك ارادتنا. انا اتخيل دي النافذه اللي ممكن نبص منها على واقع عربي اكثر اشراكا في السنوات القادمه ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكر جزيل الكاتب الكبير الاستاذ رجب الشرنوبي الكاتب والمحلل السياسي، نورتنا. شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا في كل مكان، نلقاكم دائما على خير ان شاء الله، في امان الله.